السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إخواني. كالعادة مجموعة من أخبار تخص النخبة الوطنية، تخص المنتخب الوطني الجزائري. قبل ما نبدأ هذا الفيديو ياريت تشرفونا بالاشتراك في القناة ليصلكم إخواني كل ما هو جديد، وبحول الله نحاول دائما نعطيكم الخبر فور حدوثه بحول الله تعالى. إخواني أول خبر نبدأ به اليوم هو متعلق برياض محرز، حيث احتل الدولي الجزائري ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي المرتبة السادسة عالميا، وذلك حسب تقرير أعده شبكة ESPN الأمريكية أمس. فقد يعتبر موسم رياض محرز رغم أقول الصعوبات ورغم أنه ما لعبش كثير، إلا أنه حصل على المرتبة السادسة، حيث سماه هذا الموقع أو خبراء اللي شرفوا على تقييم اللاعبين سموه بأنه موسم التناقضات بالنسبة لرياض محرز. يعني لاعب بيب غوارديولا كان يهمشه فيتحصل على المرتبة السادسة عالميا. على كل حال، وأبرز المصدر ذاته أن محرز فقد مكانته الأساسية رغم تألقه في مواجهات لايبزيك، توتنهام، ليدز، مساهمته في 5 أهداف، كما لم يسجل حضوره في نصف النهائي ونهائي رابعة أبطال أوروبا في علامة استفهام كبيرة وكبيرة جدا. ودائما ما كان غوارديولا يعني يعلل بأن محرز لا يساهم دفاعيا، وشفنا أنه حتى برناردو سيلفا ما كانش يساهم دفاعيا وارتكب أخطاء بالجملة، خصوصا في مباراة ريال مدريد اللي خلات كامافينجا ينطلق ويقدم كرة الى مودريج اللي حولها جونيور الى هدف. على كل حال، كما اضافت شبكه ESPN في تحليلها ايضا ان محرز ليس راضيا عن وضعيته كلاعب احتياطي رغم تحقيقه الثلاثيه، لكن تقول ايضا انه محرز يعول على التالق الموسم المقبل مع المنتخب الجزائري الذي سيشارك معه في كاس افريقيا جونفي المقبل ان شاء الله. هذا اول خبر. ثاني خبر ايضا ومهم جدا، ولاول مره اقول اسلام سليماني يتحدث عن مستقبله الكروي سواء مع المنتخب او مع النادي. انظر وتشاهدوا معنا اقول ماذا قال سليماني. اسلام سليماني اقول خرج للحديث لاول مره عن مستقبله الذي اسال الكثير من الحبر في الفتره الماضية، وانتهى عقد اسلام سليماني مع اندرلخت الصيف الحالية، يعني الان العقد منتهي، وتلقى عرضا رسميا من النادي من أجل التمديد، إلى جانب عروض أخرى قادمة من الخليج، اليونان وحتى إنجلترا. وعاد سليماني في تصريحات خصها بها لصحيفة ليكيب الفرنسية، يعني دائما يقروا يعني ما عدا وسائل الإعلام الجزائرية يصرحوا لكامل وسائل الإعلام، لكن ما نش عارف علاش. على كل حال، صرح لي وصحيفة ليكيب الفرنسية اليوم أنه لما غادر الليك يعني كما احنا نقولوا ما غادرهاش لانه نادي براس ضعيف او ضعيف جدا او عنده مشاكل، وانما قال انه قضى ايام رائعه في براس الفرنسي، ولكن يريد اسلوب اخر وطريقه مغايره يعني تليق ويعني اسلوب اللعب نتاعو. قال أنه لا يلوم نادي بريست الفرنسي في شيء، وأضاف قال كنت سعيدا بالعودة إلى الليغ من جديد بعد مروري على موناكو وليون. أما بخصوص مستقبله فعلق مهاجم الخضر أنه وجد الاستقرار في أندرلخت، قال بصريح العبارة وجدت الاستقرار في أندرلخت مع لاعبين جيدين ومدرب رائع وأنصار شغوفين وفريق يملك تاريخا كبيرا. وقال أيضا سيكون من الأمر يعني سيكون الأمر رائعا لو يعني نكمل مع أندرلخت. وقال وجدت راحتي في بروكسل، أحببت النادي ويوجد الآن مفاوضات مع النادي وسنرى إلى أين تصل هذه المفاوضات، وأنه لا يفضل المغادرة، يعني أو يقول أني باقي مع أندرلخت إلا إذا أندرلخت يعني هي اللي طلبت أنه يغادر. حد الساعة أندرلخت راح يطالب بالبقاء، وإسلام سليماني قال وجدت راحتي وأسلوب يعني ساعدني وإلى آخره. أما بخصوص المنتخب الجزائري قال أنه لا يفكر، ما عنده حتى فكرة في رأسه بخصوص الاعتزال أو ما شابه ذلك. قال سأعطي لغاية الدقيقة الأخيرة أو لغاية عدم استدعائي من طرف الناخب الوطني جمال بالماضي، والأمور كلها متعلقة بالوفدين
الجدد. على كل حال هذا فيما يخص هذا الموضوع. نجوز إلى ثاني خبر متعلق بريان الشرقي، هذا اللاعب اللي يستعد المنتخب الجزائري لتدعيم صفوفه أقول بلاعبين جدد من ذوي الجنسية المزدوجة خلال فترة المقبلة، كما كل واحد على باله ضمن الخطة المتواصلة للاتحادية الجزائرية والناخب وغير جمال بالماضي، حيث تداول أقول العديد من الأسماء من أجل الانضمام، من بينهم كما على بالكم موهبة أولمبيك ليون ريان شرقي. وتصاعدت مؤخرا التكهنات بشأن انضمام هذا اللاعب للمنتخب الجزائري، خاصة بعد بروزه اللافت مع منتخب فرنسا لأقل من 21 عام الذي خاض نهائيات أمم إفريقيا. اللي على بالكم أنه المنتخب الفرنسي للأمال يعني خرج في دور ربع النهائي أمام أوكرانيا بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، غير أن موقع فوتبول فينك وعدة مواقع أخرى فرنسية تقول أنه الشرقي اختار رسميا تمثيل الخضر وربط ذلك برغبة عائلته. يعني جابوا تصريح نتاع الوالدة نتاعو أن والدته الجزائرية هي اللي ألحت عليه اختيار المنتخب الجزائري، وفعلا اختار المنتخب الجزائري. وهذه الخطوة تأتي لعدة اعتبارات، من بينها أقول سهولة فرض نفسه مع كتيبة بالماضي عكس المنتخب الفرنسي على بالكم أنه مدجج بالنجوم. صعب جدا أنك تجلس جيرو على كرسي الاحتياط أو بعض اللاعبين لينشطوا في الوسط على غرار غريزمان ولا غرار مبابي، يعني صعب جدا أنك إلى العائلة كان يستدعوه كمهاجم صعب جدا، وإذا كان في منصب يعني وسط ميدان هجومي صعب أو أصعب من ذلك. لذلك عدة اعتبارات تخلي شرقي يختار الجزائر. نجوزوا إلى معنا خبر آخر وأخير في هذا الفيديو متعلق بنبيل بن طالب، حيث كشفت تقارير صحفية أمس أن اللاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب يتواجد محل اهتمام ناديه لاس فيرونا الإيطالي، وهذا النادي قدم له يعني عرض رسمي راه يستنى يعني الإجابة الأخيرة خلال للتعاقد معه أقول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ويرتبط اللاعب الخضر بنادي أونجي إلى غاية 2025، غير أنه بعد سقوط الفريق إلى الدرجة الثانية الفرنسية بن طالب لا يريد أنه يكمل المشوار. وكشف موقع تيجي جيالوب هكذا اسمه اللي هو موقع إيطالي أنه في تقرير له أن الدولي الجزائري تواجد ضمن قائمة 5 لاعبين مرشحين للالتحاق بصفوف هيلاس فيرونا خلال الصائفة الحالية، حيث يريد هذا الأخير استغلال وضعية بن طالب من أجل الظفر بخدماته. إذن مجموعة من أخبار، إن شاء الله تكون هذه هي بعض الأخبار تكون مفرحة إن شاء الله. أي جديد نحن نوفيكم به، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.